don't need no breaks. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. السلام عليكم شباب, النهارده هنعمل فيديو مقلب. فاحمد اللي هيظهر صورته هنا وفارس اللي هيظهر صورته هنا. فارس المفروض انا وفارس هنتفق ان انا وهو نعمل في احمد نجي مقلب, فنتصل بيه نعمل ان احنا ايه عايزين نشوفه وبتاع, فعايزين نخرج ونقعد. فهنيجي مثلا نوريه الاستوديو بقى اللي احنا بنصور فيه, هنيجي نقعد شويه بعد كده هنقول له ما تيجي تصور معانا احمد وبتاع. المهم المقلب ان احنا هنعمل, هنجيب حوالي 4 بالونات كل 2 لواحد مثلا اللي هو فارس واحمد ناجي. احمد ناجي هنحط له اللي هو المقلب بقى اللي هو هيتعمل فيه ايه, هيتعمل فيه ان هو هنحط له في البالونتين ميه ودي يعني بهدله. وفارس انا مش اما انا بتفق معاه فاكيد مش هعمل فيه مقلب, فهحط له البالونتين فاضيين خالص. هفهمه بقى ان احنا ايه حاطين بقى في كل بالونه فلوس, وهو حظه يا اما تطلع فاضيه يا اما يطلع فيها مثلا فلوس 20 جنيه بقى 30 جنيه هو وحظه. فالمهم عايزين بقى تشجيعاتكم بقى معانا في القناه وبتاع ده ولايكات وسبسكرايب. انتظرونا كده في الفيديو اللي هيحصل بالليل ده, ان شاء الله هيعجبكم. سلام. السلام عليكم شباب, النهارده هنعمل تحدي اللي هو البالونات. احمد دلوقتي, احمد جيبهم دلوقتي بتاع ده, هو اللي هيمسك البالونات. وفارس دلوقتي ان هو عنده ان هو يختار بالونة, او مثلا لو اختار الاثنين بقى هنعمل ايه. احمد مثلا يجي يوقفهم هنا فوق دماغه, واحنا مثلا نفرقع بقى فوق دماغه. هو حظه بقى لو نزلت عليه فلوس, وهو حظه 30 بقى 20 هياخد الفلوس. تمام, شوف بقى اختار اهو فارس. ايوه ايوه ماشي, اديله لمين؟ فيها بص افتح انت 20 جنيه ولا ربع جنيه. ايش اللي بعده؟ 50 يا رب, يا رب 50 والنب والنب. يا ولاد الساعه مش حاجه برضه بقى, انت وحظك. شيل شيل, يلا احبه تعال, يلا البس. خش البس. ايه العيال دي كام عشان نعرف اللبسات؟ امسك انا لا والله, لا والله عربيات. لا البس عربيات. لا والله ما فيها. يلا تعال, المهم وانت مسير. استنى بقى دلوقتي هنطلع الليل بالونه. بس 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 تعالى فريق. بص يا احمد, هتقول دلوقتي تختار واحد ولا اثنين؟ انت فين؟ هتختار واحد ولا اثنين؟ فين؟ واحد ولا اثنين؟ قول اثنين. لا لا خالص, كله من تعليماتك يا معلم. شاور صح. يلا احلى جيل الله, احلى صباح لله. لا فخر احمد, اقلع بقى احمد, اقلع. هتروح ازاي؟ اقلع الجاكيت بقى, اقلع الجاكيت, اقلع الجاكيت يابا. احمد ناجي اتبل خلاص, حط جوه ده غرق اساسا. لا بس فاكر احمد هنكبس المايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شفتوا يا جدعان المقلب اللي حصل في اخونا احمد ناجي اتبهدل. يا جدعان المقالب ديت مش فيك, اي مقلب هيحصل او هيتعمل مش فيك. اظن ان هو باين اساسا في الفيديو ان هو مش فيك, يعني هيبقى فيك فين يعني بعد البهدله اللي هو شافها يعني. بس كفايه ان هو اتبهدل ومش عارف يروح اساسا. ده احنا هنروحه بالعافيه. الشكل بتاعه اتبهدل, ربنا يستر. ده شمال, ده شمال. وانتظرونا في فيديوهات تانية جاية جامدة. تابعونا.